عرفت يعني؟ لكن انا يخونني بعد 5 سنين انا عايشه معه على المره وعلى المره يخونني. يعني هلا انت شو ناويه تعملي؟ قولي لي. وحياتك حسابه عسير، وحياتك حسابه عسير، بكره بتشوفي شو بدي اعمل. امشي قدامي لشوف. امشي امشي. لا يعني اول ما قالت لي مروه انك تجوزتي وصار عندك بيت جديد دغري اخذت منها العنوان واجيت لحتى بارك لك. تسلمي حبيبه قلبي، تسلمي. يعني ضليت على مروه ساعه اسالها انه استفسر مين العريس، ما رضيت تقلي، قالت لي خليها هي تقلك. قال مين العريس الجديد؟ هذا يا ستي من بعد ما طلقني جوزي القديم وركض قفا هاي السعدانه المقوصه واخدها، ضليت لاحقه ابوها لحتى علقته فيني وتجوزني. وهيك جبت لهم جلطة ثلاثية الأبعاد، جلطة جوزي القديم ومرته الجديدة وأمها كمان. يا أهلين سهلين. بالمهل يا مشنكر. تبري قلبي يا مشنكر، بعرف إنه هاد أخنا كثير مبارك، شو بتعرفي؟ العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. إي والله صدقتي يا أم سعيد، العمر بخلص والشغل ما بخلص. بس انا جاي بارك لك، والحقيقه كثير مستغربه، يعني انت شلون جبتي ولد بنتي بهالعمر؟ لك داري العلم بهذا الزمن بيعمل المعجزه. يو اي والله الحق معكم. طيب ما صار شيء مشان قال جيبي لنا هالولد لنشوفه ونبارك لك ونسمي عليه. قومي قومي جيبي. اي والله ما جيبي لك لنشوفه ونبارك لك فيه. اي والله يلا يلا. شبكي ليش اخذتي؟ نسيت وين حطيته. ماما شايفه؟ لكن منظر الاكل بشهي فعلا، مثل ما بيقولوا العين هي اللي بتاكل. احنا توفقنا بهذا المطعم اللي بنجيب من عنده اكل. بلش بالكبه اللبنيه. يا سلام. حبيبي نعم. اجتك مسج على موبايلك بالمطبخ. موبايلي بالمطبخ؟ كان هون على الطاولة بالمطبخ. شوف مين. اسمك بالمطبخ جيب الملح والفلفل معه. لك وين صار هاد؟ مسج. كنزنا كريستوف، إلى أين أنت ذاهب؟ ومع من ذاهب؟ وكيف لك أن تدعني وتذهب؟ كارولينا، أنا كريستوف كولومبوس، وتقولين لي إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب لاكتشاف قارة أمريكا، والبحارة واللصوص ينتظرونني في البحر في السفينة، سنذهب بسفينة كبيرة. هذا اللي ناقص، شاك مشى بالسفينة وما في مين يتفش. إلا يا سيدي مالك رايح، بعدين ما هي الفائدة من اكتشاف قارة أمريكا؟ الفائدة كبيرة وجمة. الناس ستقول إذا لم أكتشف أنا كريستوف كولومبوس قارة أمريكا سيقولون عني خائن. أنا سأقول لهم ألف حبل مشنع وليقولوا كريستوف كولومبوس خائن. يا كارولينا أي حاجة نطلق حد، ما تكون مفكر حالك أمي بطوطة. عود من إبرق عود، عملت لك مشدرة برغل والبحصات اللي بقلب البرغلات ما عرفت نقيه ونكتشفهم منيح بالبرغلات. عود. أوهو علينا نعم. راح علينا اكتشاف قارة أمريكا. وينك؟ لا تنسي المخلل والبصل طيبين مع المجدرة. تضرب على أي شيء.
شو خرفانة انت؟ فوتي اطلبي ببيتك فوتي. عمى جلالي اخي شو ها؟ خليلي اياك يا بتنكال. شلونك جار؟ نشكر الله الحمد لله. كيفك جارتنا؟ الحمد لله تمام. شو جار؟ قال عم بيقولوا ربحان باليانصيب 50 مليون ليرة. مين خبرك؟ لك الحارة كلياتها عم تحكي بالقصة. الحمد لله نشكر الله. إيه. ربحنا 50 مليون. طيب جار يعني شو رح تعمل فيهم ال50 مليون؟ والله بدي سد ديوني هلا. هلا ما اختلفنا، الباقي شو بدك تعمل؟ الباقي بيستنى بعدين بنسده. لك يا اهلين وسهلين ومرحبتين، لك والله نورت لندن كلها ماما، لك شلونك شو اخبارك؟ طمنيني عني. لك تقبر قلبي، لك تقبر قلبي الهي، انا منيحة كثير، انت طمني عنك، عن دراستك، عن وضعك، عن عيشتك. لك ماما تمام كله تمام، لا تاكلي هم بالمرة. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. هاي هلو. ها؟ هاي جيجي. اهلين جيجي، تعي بدي اعرفك على ماما، تعي. تعي تعي جيجي لعرفك على ماما، جاية لعنا زيارة على لندن. ماما جيجي. هاي هلو هاو ار يو؟ هاوي هاوي اهلين اهلين وسهلين اهلين وسهلين ومرحبتين. اوكي رمزي اي ونت تو جو ناو. اوكي اوكي سي يو باي باي. شو بنا؟ لك شو بنا؟ منو هاي؟ لك شو منو هاي؟ لك ماما هاي جيجي، نحن هون شركاء سكن انا وياها. شو يعني جيجي وشركاء سكن؟ شلون هي بالك ابني؟ لك طولي بالك لا يروح فكرك لبعيد، شركاء سكن يعني هي عايشه بغرفه وانا عايش بغرفه، شو بنا؟ ايوه. لك ايه مثل ما عم قلك. قلت لي انت عايش بغرفه وهي عايشه بغرفه. اه تحررين كثير والله. Hi Gigi. Where is my coffee cups? I don't know. You don't know, really? Okay, ask your mama, okay? Mama? شو ماما ماما؟ معقول دق لماما مشان فنجان القهوة؟ Ask her Ramzi now. شو بقى يا جنة؟ لا معقول ماما تكون قاعدة الفنجان؟ لا لا مو معقول. ما بتعملها. خلينا ندق لها ونشوف نص. لك يا حبيباتي ما أحلاكم. لك يقبرني هاللون ما احلاكم حبيبي حبيبي. شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد يقبرني. اهلين. الو مرحبا ماما. اهلين تقبرني ان شاء الله. طمني عليك عن صحتك، شو الاخبار؟ كيفك شو اخبارك؟ لك والله انا اشتقت لك كمان. ايه ما بس بدي اسالك سؤال يعني هيك، ما بدي يعني تاخذي فكره عني سيئه، يعني ما بدي اقول انه انت اخذتيهم ولا ما اخذتيهم، بس جيجي كانت عم تسالني على الفناجين الملونه تبعها، ما لقيتهم بالمطبخ، بقيت لحالي بركي انت بتكوني حاطيهم هون ولا هون. اسمعوا لا، انا ما عم بقول انه في شيء بينك وبينها، ولا عم بقول ما في شيء بينك وبينها، بس لو كانت السجيجي عم بتنام بتختها وبغرفتها لحالها، كانت شافت الفناجين على تختها يا حبيبي انت. فهمت؟ روح انت وهي. سو 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 هالصيصان شو حلوين عم يدور حول ام مطلطين. ابو طراب ابو شنكر تعال لك امريني شنكر في شيء بدك تجيب لنا خبز؟ ايه وين رايح؟ لا يجيب خبز. شلون بدك تجيب خبز؟ معك مصاري انت تجيب خبز؟ لا ما معك مصاري. لكن شلون رايح؟ انت عم تخلي معنا مصاري كلهم عم تخبيهم عندك هون. هلا رح اعطيك مصاري انا، بس بدك تجيب خبز بخمسين ليرة بس. ها بس بخمسين ليرة؟ خمسين ليرة اذا بتجيبهم بوحده وخمسين ليرة لبطك شلوت هيك لورا جايبتك برا. لا بس بخمسين ليرة يعني اذا بيطلعوا بواحد وخمسين بتشقل الرغيف بالنص وبتجيب بالخمسين. بس بخمسين ليرة خبز. ايه ومو بطلتي على الفرن بتبصبس هون وهون. ما بتبصبس عندي سؤال. روح رجع صاروخ. رجع صاروخ اعطيني خمسين ليرة. تاني شي اسمعوا هذا الاهم. شو؟
من هنيك لهون لانه انت ما بتلقط دغري. والله حياتي بدك خبز ولا بدك انت ربطيني خلص بلا شغله. شو؟ خود مسيك بس ما تدق. استنى. شو؟ قلتي ما خرجة. تعال في السكة ولا تعتي. تعال جدو تعال على مهلك. شو في تيتا؟ شو في تيتا؟ تاخذ جده وبتروح بتجيبوا لنا خبز بتجيبه بخمسين ليرة. خمسين ليرة؟ 51 ما بدي بخمسين ليرة لأن مثل ما قلت له لبطة واحدة بجيبكن انتو الاثنين برا. لبطة سياحي ولا عادي؟ لا عادي خلاص 50 ليرة. اعطيه شو بدك قديش بدك تعطيه؟ رح اعطيك 1000. ايه بترجع الباقي. ايوه 850 ليرة. 850 يعني يخرب بيتك يخرب بيتك. 950 مو 850 بيتك. طل 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 لك جدي جدي شبه طرق التركتور وطار ما حد شفته ما نزل منه غير هدول. وليد وليد الله يوفقك. لك يخرب بيتك شو حبار شو بتعرف تحكي؟ يخرب بيتك فكرتك ضيعت الألف ليرة. شو عم يصير معي؟ ما عم يصير معي شيء. لك ليش عم تعملي هالحركات هي قدام المراية؟ عم شوف الجلدة تصير ضحكتي لما بعمل ابتسامة هوليود. شو الفائدة من ابتسامة هوليود إذا وشك مثل وش القرود؟ حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير. اهلين صباح النور. خلينا نمشي نحن. لوين بدكم تمشوا؟ اريم شب قولوا لي شو كنتوا عم تحكوا؟ عن شو بدنا نحكي؟ ما في شيء. ما بنحكي عن شيء. شلون ما في شيء؟ صار لكم ساعه عم تمشوا وتحركوا شفايفكم هيك على الفاضي ما عم تحكوا شيء. ناطرين حدا يدبلشكم؟ لا مو ناطرين حدا يدبلشنا اخي. نحن كنا عم نحكي عن الشغل. عن الشغل؟ والله حقكم يا حرام. شباب مثل الوردة وجامعيين وما عم يلاقوا شغل. آخ والله حقكم تطقوا وتنفجروا. لكن شو بعدين ما رح تلاقوا شغل. وإذا لقيتوا شغل بتشتغلوا بين مص تمكن مص. إيه لكن تشتغلوا مثل الدواب ويا دوب تاخدوا راتب يكفيكم أكل وشرب بس لتاني أو تالت يوم بالشهر. بعدين دعية لكم شغلة حتى الشغل مو بسهولة بتلاقوا. لكن بدكم مليون واسطة. صراحة عم نحكي عن السكن. عن السكن؟ والله معكم حق. يا أخي الأجارات صارت كتير غالية والبيوت صارت فوق الريح أسعارها. يعني المواطن وين بده يسكن؟ بعدين تعرفوا أنه كل 10-15 عائلة عم يسكنوا ببيت واحد؟ يعني أنا بعرف رفيقي استأجر بيت مع رفقاته وسكن بالتواليت عم ينام وياكل ويشرب بالتواليت. إيه والله. بعدين حتى الواحد إذا ما بده لا يشتري ولا يستأجر وين بيعه؟ بالحدائق العامة؟ إيه الدولة منعت الحدائق العامة. سعيد إن شاء الله مو ناقصتها مو ناقصتها منوب الله يرضى عليك. ناقصتها سكوتر. لك طبيعي ما يكون ناقصكم يا حرام. شباب مثل الوردة. إيه والله العظيم الواحد بطق لو كنت أنا محلكم. يعني كل مرة منقول تتحسن الأمور عم ننتقل من الدلف لتحت المزراق. لك شو من قليل الشباب عم يهجوا برات البلد. يعني ما عم يلاقوا شغل. وإذا لقوا شغل بدهم 100,000 واسطة لحتى يشتغلوا. إذا لقوا واسطة بدهم. لك وين رحتوا يا شباب؟ لسا ما حكينا شيء. لا عم شلون لو غمقنا بالحكي؟ أبو عماد أهلين عمي أبو عماد. صباح الخير. هات لساعدك هات لساعدك. تسلم يا سعيد. ما في داعي تغلب حالك. خير إن شاء الله عمي أبو عماد. حاسك مقروق ومتضايق وكأنه مزعوج من شي. في شي؟ لا ما في شي يا سعيد. ما في شي. الخضرة غالية ما؟ إيه غالية. مو؟ إيه
هي شو وقفت على الخضرة يا عمي أبو عماد؟ كل شيء غالي بهالبلد، يعني الخضرة واللحمة والفواكه والفروج، حتى البيض، البيض صار غالي كتير يا عمي. يعني تخيل المواطن صار عم يشتري نص بيضة، يا يأكل صفار يا يأكل بياض. لك حتى التوم غلي يا عمي، الله وكيلك المواطن عم يأكل فص واحد. شو؟ فص توم، لأنه ما في عم يشتري الراس كامل. أخي شو بده يأكل المواطن وشو بده يشرب بهالغلا؟ أحسن شيء يأكل هواء. لك عيني سعيد، مو الخضرة مو الخضرة، أنا تعبان شوي. إيه طبيعي يا عمي أبو عماد، الواحد يتعب بهذا البلد، ليش في شي بيريح؟ يعني هلا واحد مثلك بهذا العمر بعد ما طلع تقاعد ما لازم يكون ببيته متستت، قصدي يعني قصدي عم يريح ومتفرغ للسياحة الداخلية والخارجية. الله وكيلك يا عمي أبو عماد، الواحد منا بيطلع تقاعد على أساس مشان يرتاح، بمضي عم يدور على شغل وعم يتعلم الشهادة. مشان الله سمعنا سكوتك يا سعيد. لك خير عمي أبو عماد، ليش شو حكينا؟ كل هذا الحكي وشو حكينا؟ أنا عندي أولاد يا سعيد، سلام. إيه الله يخلي لك ياهم. يا حصرتي عليه، عنده أولاد. العم هدول فص واحد توم ما بيكفيهم، بده الراس كامل. أبو خليل، يا أبو خليل. سمعت الأخبار اليوم؟ إيه سمعتهم سيدي، بس بتعرف والله شي بيحط العقل بالكف، شي بيخلي الواحد يجني هستي. إيه والله معك حق. ولي جا سعيد. ولي شو هاد؟ ما في قهوة؟ أهلا وسهلا. يخرب بيتهم، راح علينا السالفة. شو كانوا عم يحكوا؟ شو قصة هالحارة؟ شو في حظر تجول يعني صاير؟ ها هذا تيسي. أهلين تيسي. أنت سعيد؟ لا والله متضايق شوي، حزين شوي. عم بسألك عن اسمك، شو اسمك؟ اسمي تيسير، سعيد. أنت شو اسمك؟ شو بدك باسمي؟ أنا اسمي جاسم. خير إن شاء الله أخي جاسم؟ والله حاسك مو على بعضه، يعني حاسك مصفر وعيونك باظة لقدام وحمرة وكأنك خاسس شوي ما؟ من الهم؟ احكي احكي فضفض لي، شو صاير معك؟ لا ما في شيء. ايه شلون ولا شيء؟ ايه والله الله يعينكم، شغلتكم مو سهلة، يعني عم تلحق العالم من شارع لشارع ومن دخلة لدخلة ومن لختة للختة، وبتشتغل بالبرد وبالشتة وبالصيف وبالزلازل وبالبراكين، وما حد عم بيقدم. ايه والله. ايه مو بس هيك، والله الله يعينك انت يا اخي جاسم ويعين كل هالمواطنين، ما حدا مرتاح، بعدين شغلتكم صعبة كثير، يعني بتطلع بالاخير انت مثل مبالغ الموس على الحدين، لا بترضي اللي فوقك ولا بترضي اللي تحتك، يعني قصدي المواطنين. ليش؟ لانه بمضوا فشفشة فيك، يعني فوقك بفش خلقه فيك وانت بتفش خلقك بالمواطن، إيه لكن بعدين عدم المؤاخذة، كل عالطالعة والنازلة ما بتسمع غيرها تزبي نفسك يا حيوان. انت اكيد طبعا عدم المؤاخذة، انت كر يعني انت كرمال انه انت ما تنطرد من الشغل، عم تبلع وتسكت، مو هيك؟ لك لك ايه والله معك حق. مثل ما عم اقول لك، شفت اني عم بحكي مظبوط؟ استر عرضك لقطة سكوتك، استر علينا الله يسترك. ليش شو حكينا ولو؟ هلا مظبوط مثل ما حكوا، انت سعيد؟ ايه انا سعيد، سعيد بشوفتك. امشي معي ولا؟ طول لي بالك، خلينا نكمل حديثنا. منكفي حديثنا هنيك يا بي، هنيك منكفي حديثنا بالأبو. ما بدي اتحجب، طول بالك. امشي امشي ولا حرفة. يا أبو جاسم يا جاسم. احترامي سيدي. احترمناك. اللي لأشوف جابولا هذا كتير لعي. جابولنا يا سيدي. ايوه وشو ساويتوا معه؟ ما سوينا شي سيدي. لكن العمى بقلبكن العمى، شو ما سويتوا معه شيء؟ والله العظيم يا سيدي ما في محقق بفوت لعنده لحتى يحقق معه إلا المحقق بيسكت وهو بيبلش يحكي والمحقق بيصير بيسمع. روح روح طير من قدامي، جيب لي ياوتا بسرعة. حاضر سيدي. العمى على الحكي، شو هالمحققين اللي فرطوا هدول؟ واحد كتير لاعي ما بيفوت لسانه لحلقه. الله يعال. يعني انت هلا وصلت للسقف، شو هالسقف عم يكفيك اكل وشرب؟ لا اسكتك من شان الله، لا اسكتك يلا بحكي. شرف ولي مين الغضنفة؟ شرف فوت عود. احترامي سيدي. قلي لشوف، انت سعيد كتير الحكي؟ عم يحكي معي؟ ايه انت سعيد، انا سعيد بشوفتك. مين حضرتك بلا زغرة؟ انت ما بتعرفني انا مين ولا؟ لا والله، بس انت
يعني روق سيدي الغضنفر، والله العظيم انت لازم تكون مطول بالك. ليش معصب؟ وانت شو دخلك هون؟ شلون شو دخلني يا سيدي؟ انا اللي دخلني وخرجني. بعدين انا بعرف انت ليش معصب. بالله وليش انا معصب؟ وانت سألتني يا سيدي، انا بعرف انت ليش معصب، لان واحد مسؤول كبير مثلك ما شاء الله قديش صار له قاعد على هالكرسي وملزق وما عم يعرف يقوم، ودقنه طوله صارت مثل السجاده وشوارب يوقف عليهم نسر ومبسوط بحاله، بس عم تحسب حساب لما بدك تطلع تقاعد كل هالعز رح يروح وكل هالسيارات رح يروحوا والبيت والفيلا تبعك كلهم رح يروحوا، ورح ترجع عدم المؤاخذة على الصفر. نص صفر بدك تبلش. يعني ما الله مو بس دقنك وشواربك رح تحلقن، حواشبك كمان رح تحلقن ورموشك رح يهروا. والله معك حق. شفت شلون يا سيدي؟ مشان هيك انت ما لازم تضلك ساكت وتحبس جواتك. اي والله بالطاقة بتنفجر. فهلا انت طلب فنجانين قهوة سادة سكر زيادة وخلينا نقعد ونحكي وفضفض لي كل شيء جواتك، وبوعدك ما اقول لحدا، وكل الجيران رح اقول لهم شو رح تقول، رح يوعدوني انه ما يقولوا لحدا، اطمن. فمشان هيك ابوس ايدك مشان الله، نقطنا سكوتك بس. ليش لا اسكت يا سيدي؟ احكوا فضفضوا كل شيء بقلبك. عليم الله بتعرف هذا اللي عندك هون بيشتغل. حكي يا الله لطيف لو تسمعوا، بس برافو عليه لازم تفشوا خلقكم. لعم يا سيدي حكي قديش انت بتمسح فيه الاراضي، وقديش هو بيحقد عليك، وقديش هو يعني حامل عليك كثير وناطرك بس تطلع تقاعد، وقديش بيكره اولادك لما بيوصلهم على المدرسه بس ما في يعمل لهم شيء، بس قال عليم الله لاقدحهم كل واحد ولد طياره. لك خلاص بقى لقطنا سكوتك، خذوا بسرعة. ما قلت لك سيدي قوم قوم سيدي، بس تطلعوا تقاعد اشتغلوا بالمسلسلات التاريخية بينبسطوا عليك. قوم. لاما يخرب بيته ولك هذا بلوة كبيرة. اي والله خفت ما يروحني، بس انا لازم لاقيله دوباره. نزلته لتحت؟ ايه نعم سيدي. وحطيته بالمنفردة؟ ايه نعم سيدي، حطيته بالمنفردة وهلا عم يحكي مع السجان. كمان؟ نعم سيدي. لا ما عم يحكي مع السجان. اللي لشوف. هلا هو شو وضعه لهيلي؟ هلا هو ساكن لحاله ولا خاطب ولا متزوج. ايه هلا انا لقيت له دوباره. هلا عرفت شو بدي اعمل معه. كيف سيدي؟ انا رح اقول لك. تقبرني انت عم تحكي لنا اياك كلمتين. هلا انا بعد شوي تعال اقول لك، تعال نحكي لنا اياك كلمتين. تقبرني والله مش لازم لك انا لك. قرني انا شلونك شو اخبارك؟ تقبرني. اسمع انا الصراحه ماني عرفانه شو بدي اطبخ اليوم، يعني هيك مخي صاير هالقد ماني عرفانه. شي بقول كوسه محشي، شي بقول لا بلا كوسه، لا لا شي بقول برجع بقول لكوسه محشي، بقول لا بلا كوسه محشي. بعدين بيني وبينك احترف، بين مقلوبه بين كوسه محشي. هي الكوسه المحشي بدها شغل كثير، يعني انا بتعب فيها، قاعد احفر لي واشتغلي ومدري شو، وانقعي الرز ورجعي انقعي اللحمه وتركيها لحتى مدري شو، وتركيها ورجعي مدري شو بدك تعملي. لا بلا كوسه محشي. بتعرف شو عم فكر بالمقلوبه؟ بس ما بعرف كمان المقلوبه بدها شغل كثير، يعني المقلوبه بدي اقعد ساعتين هلا لي بهالباذنجان، ولي لحمه البصله لحاله والرزات لحاله. انا حزاش عملت انا اليوم شو. اتصلت بامي قلت لحالي بسالها من الصبح إيه؟ يا امي يا حبيبتي يا روحي يا عيني شو بعمل شو بطبخ شو بساوي. قالت لي والله هي كمان محتاره، قالت لي شو رايك تعملي ملوخيه؟ قلت لها يعني انت الملوخيه بتعملي مشكله معك، انا ما كثير بحبها بيني وبينك. قالت لي احسن شيء تعملي كوسه بلبن. قلت لها انا هربت بالكوسه ارجع اعمل كوسه مره ثانيه، وليه عم تكوسه عشان اعرف وانا عايزه بالحياه بدي اشتغل بالكوسه. ما لك طول الحديث. رجعت قالت لي طب شو رايك تعملي مقالي، يعني هيك اكلت مقالي شويه هيك كوسه لحال كمان كوسه وني على عامله الكوسه. قلت لها خلي بقلي شويه بطاطا، ولا اقول لك بلا البطاطا. على فكره حاسه اليوم كثير شوك. كفوش ايدك كفوش ايدك نعطيه مسكوتك مشان الله.